بسم الله الرحمن الرحيم. اجتمعت اليوم اللجنة للشؤون التشريعية والقانونية الاجتماع رقم 30، ناقشنا في أكثر من بند. البند الأول رفع الحصانة، تمت مناقشة التصويت على رفع الحصانة النيابية عن السيد العضو الدكتور عبد الحميد دشتي في قضية رقم 14/2016 حصر أم دولة مقيد برقم 12/2016 جنايات أمن الدولة. تم التصويت عليه بموافقة الأغلبية 4-2. كذلك طلب رفع الحصانة عن السيد العضو الدكتور عبد الحميد دشتي في قضية رقم 16/2016 حصر أم دولة المقيدة برقم 14/2016 جنايات أمن الدولة. تم التصويت عليها بأغلبية الحاضرين 4-2. وكذلك تم تأجيل مناقشة القانون في إضافة مواد جديدة على قانون رقم 17 لسنة 1960 بإصدار قانون الإجراءات والمحاكمات الجزائية. تم تأجيله لننتظر ورود الملاحظات الجهات المعنية من وزارة العدل والتحقيقات. وكذلك تم اليوم التصويت على الإحالات في الاقتراح بقانون بإضافة فقرة جديدة لمادة 24 من مرسوم بقانون رقم 68 لسنة 1980 بإصدار قانون التجارة. تم التصويت عليه بموافقة إجماع الحاضرين. وكذلك تم إحالة القانون الاقتراح بقانون بإضافة فقرة أخيرة إلى مادة 15 من القانون رقم 21 لسنة 1962 بنظام التسكين الدبلوماسيين والقنصلي. تم التصويت عليه بموافقة إجماع الحاضرين وإحالتها للجنة المختصة. وكذلك مناقشة الاقتراح بقانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 26 لسنة 61 في شأن العلم الوطني لدولة الكويت. تم التصويت عليه بإجماع الحاضرين وإحالته إلى اللجنة المختصة. كذلك ناقشنا هم قانون بتعديل بعض أحكام قانون رقم 42 لسنة 2014 في شأن إصدار قوانين حماية البيئة. تم الموافقة عليها بإجماع الحاضرين وإحالتها للجنة المختصة. وكذلك تمت مناقشة مذكرة بالرأي القانوني عن إقرار المجلس بتكليف لجنة الشؤون التشريعية والقانونية بالنظر مدى دستورية طلب وزير المالية بتزويد لجنة الميزانيات والحساب الختامي التي طلبتها عن القسائم التي لم يتم في شأنها تسديد الرسوم المقررة بقانون رقم 50 لسنة 1994. تم التصويت عليه بموافقة الإجماع وإحالته إلى المجلس. هذا ما تم اليوم مناقشته في لجنة الشؤون التشريعية والقانونية اجتماعها رقم 30. شكراً.